مساء الخير أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج العائلة العراقية بالمصلاوي. يقولون علينا أبو الفقير ويقولون علينا كثير الأرزاق. زين إذا هو أبو الفقير إذا هي الشمزية بخمسة آلاف دينار وهذا الخبز بألف هي ستة آلاف دينار هاي شلون أبو الفقير؟ زين تمام من يروح ويخلص نكسر شابي وغانو أشنو هو؟ فكروا بينو بعد شوية بدي احكي لكم علينا على من؟ على ابو الفقير. بالمحبة ودعتكم وعلى المحبة ألتقيكم. إن على المحبة أحكي لكم على أيام الخير والمحبة والحنين والدستير كبير والحجي تقعد بالصدر والحجي بالصدر وكلتنا ناكل قاعدين سوا. ما قلنا لكم بيت الكبير بيت العتيق مبارك. أعزائي المشاهدين حلقتي اليوم حلوة ومدوزني وطيبة. حلقتي اليوم نحكي بيها عن الصيف. الصيف بالموصل اللي يسمونه جماعتنا الصيف أبو الفقير. ليش يسمونه أبو الفقير؟ وش يصير بينه؟ أشياء حلوة غي أحكي لكم إياها. بس إيش وقت؟ بعد ما ارتاح وامسح عراقي يعني بعد شوية. اتفق الجميع على انه جو الموصل متطرف، يعني بالشتي بيردي وبالصيف حاره وحاره كثير والجو جاف ومزعج. بس اهل قبل الله يرحمهم ويرحم 270 اهل قبل تاقلموا لهذا الجو. يعني البناء الموصلي البنا الموصلي من بنا البيت اتخذ احتياطات مال الشتي ومال الصيف، فلذلك نشوف معظم بيوت الموصل القديمه بنيه ليش؟ من الجص والحجر. وكو رهره، وكو سرداب، وكو اواوين. وكذلك الاسطوحات انواع. بمعنى انه السرداب الرهره اللي يقومون بها بالبيت تعوض عن التبريد. يعني هسه كلها بانكات وسبلتات. جو الموصل الحار تحزموني على الموصل حزام سبع. ولذلك ما كانوا يهتم بينه، ولذلك ايضا قالوا علينا الصيف ابو الفقير. قبل ما احكي لكم على ابو الفقير، الصيف بالموصل يبدي من السادس والسابع والثامن. ولذلك احنا عندنا مثال يقول السادس حزيران ابو النيران، وتموز تموز الطباخ، واب يقولون اول عشره من اب تشلع البسمار من على الباب، ثاني عشره من اب تقلل من الاعناب وتكثر الارطاب، وثالث عشره من اب تفتح من الشتاء باب، ورابع عشره ماكو يا حباب. هاي من عندي رابع عشره ماكو يا حباب، هي ثلاث عشرات. المهم فاحنا خلدنا الصيف بهاي الامثال. المهم الصيف ابو الفقير ليش؟ طول النهار
النهار بالصيف ينطي فرص عمل متعددة للفقير. يعني إذا يشتغل بشغلاية معينة تتاهي لصلاة العصر، بعد العصر يشتغل شغلاية الأخ يزيد الدخل ماله. كثرة الخضراوات الصيف، أبو الخضراوات شمزي وبطيخ كلها تشعوها. الشيء المهم أنه بالصيف ما بيغدي، يعني بأي مكان الفقير يجي يلتف وينام، وإذا عرق ماكو داعي يحمي حمام وما أقول، فالشط موجود، شيت بالشط سبح وتنظف. والشيء المهم أيضا أنه أولاده بالصيف يشتغلون، بالذات إذا كانوا بالمدارس. فالصيف والله أبو الفقير، بس بقناعتي قبل الصيف أبو الفقير، ويحبونه بالصيف أهل الموصل ونتهيأ له بالصيف. يعني ماكو بيت بالصيف ما تشع محضر الحب وشربة الماي. وسم أحكي لكم على الحب وأنواعه، شربة الماي وأنواعها. الصيف بالموصل قبل من يصير ديني ظهر، العائلة كلها تنسحب من الإيوان، من الإيوان يصب ينزلون من تنداغ الشمس، ينزلون على الرهرة، ولذلك تفرغ العوجات من الأولاد. وإذا يطلع ولد يندلع بالعوجات نسمع هذا الصياح، وكن سمعتمه كلتكم، بالذات انت حجيه، ينفتح الباب وتطلع مرة تقول له ولد متوبع ام خنزر، تعال فوت وقوف متوبع ام خنزر. ايش معناه حجيه تعوفيه؟ متوبع ام خنزر يعني نسبة الى قوم تبع اللي ورد ذكرهم بالقرآن الكريم، اللي مسخهم الله وحولهم الى خنازير. فمتوبع ام خنزر يعني فوت، فوت من الحر، بل يلا اذا ما تفوت ضغضب عليك والله يقلبك الى خنزير مثل قوم تبع. هذا نداء سمعناه، او يمكن نطلع بقى نلعب ايش يصيح منا، والفوت فوت لا يجيكم شقاق للطون. ما هو شقاق للطون؟ خلقوا لنا شخصيه كاذبه مثل حسين النمله ومدامين، اكو شخص يفتر بالعوجات الظهر ومن يرشع ولد مدلوع ايش يعمل له؟ ينشفه يشق بطنه. فكان الظهر بالنسبة لنا طلعة الظهر بالعوجات خوف رعب. فكنا نشوفنا قاعدين يم امهاتنا بالبيت وبالرعرة ونخاف نطلع. او اذا واحد قطع عقله طلع بالسطح يطير طيور، وحكينا لكم على طيور ومشاكلها، وش عمه من جوا وش يصيح له؟ يا ولد انزال اكلي اكلتك. ايش الاكلي؟ الاكلي يعني الاكله، الدود اللي يصير بالبطن، اللي شقد ما ياكل الانسان يصيبه الهزال. هاي نداءات سمعناها كلها بالصيف. بس اسالك بالله حجيل على ترجعيني، كل الاولاد يقعدون بالبيوت بالصيف عند امهاتهم؟ اي اعرف تمام، اعرف ماكو شيء. اشكو ويصب يروحون؟ احكي لك بعد شويه. ماكو بيت بالموصل ما بينه حب من بداية القرن ليه هسا، يعني هسا ماكو بيت ما بينه حب. هذا شيء أكيد تعلق على الموصل التراثم يا جماعة. والحب أنواع، أكو حب مال الموصل وأكو حب مال العميدية. هذا مال العميدية، مال العميدية متميز. ليش؟ لأنه يكون رقيق، والطين مالته طين معدني، يعني بينه معدني ويكون يشغب يشغب. ويصب ينزل متلين، ويصب ينزل ينزل على حب النقط، نقطة نقطة. كانت المصلاوية شو تخلي من يجي يجيب الماء يخليها بالمزملة وتملي الحب، تخلي شب أو هيل ولحد الآن حتى يصفى وينزل، وكل بين فترة ترسله. طبعا بالمناسبة الحب هو معك، بس أنا شدت الغطا بينه قاعدة وصير حديد وخشب، ويخلون صويني نحاس او من هاي القصب، ومع الحب اشوف يخلون الطاسي. هذه الطاسي عمرها 50 سنة، هاي الموصلية. واكو صفر، اكو صفر مال السواس ما جبتوا منه. وهاي الطاسات بالستينات والسبعينات الصفيعين يعملوها.
صراحة ممكن كان يعني ايش الطاسي اخي؟ الطاسي مهمة جدا، ولذلك كانت المصلاوية بالجهاز ماله اهله يطلعوا له الطاسي يتباهون بيها، والسواس يدق بالطاسي، وبالحمام بالطاسي، بل عندنا اغاني بالموصل اوبريتات يقول سوس 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 والطاسي بخمس فلوس. الطاسي دخل في تراثنا، وصدقوني حتى الجلاس ما مالنا، لان الجلاس كلمه انجليزيه جلاس، احنا اخذناها واستخدمناها، بس هي اصلنا الطاسي. ولذلك تشوف بعض البيوتات لحد الان ياخذ له طاسي ينقشها ويكتب عليها يتباهى بها. هذا الحب هوني بالقم نقول زين، يطلع على السطح شلون؟ يطلع على السطح يابا ياخذ معانه شغبي، يعني الشربه شربته ماء، بس احنا نقلب الراء الى غين والتاء نقلبها لتصير شغبي. ايش يسموها اهل بغداد؟ تنقى. اهل مصر ايش يسموها؟ القله. تقول البحر يضحك لي وانا نازل الدلع املى القلل. هاي اغنيه موجوده، هاي مال اهل الموصل تكون ثخيني، هاي اهل الموصل كلهم عنده منهم. بس امانة الله الزنيقين والافرياء ما يشربون باي. ايش يشربون؟ يشربون باي. هذه الشغله مال العماديه تكون رقيقه، لحقوا عليها اعزائي المشاهدين، وتشرب ماي. لين اذا الشغبي ما تطلع ماي تكون رطبه، الماي يظل حار. ولذلك عندنا مثل موصل لي نضربه على المرأة البخيل، ايش يقول؟ معود عوفه عبالك شغبي يبسي. ما دي دحكوا شلون بيها الماي ينضح وتنشغب ياكل. وياما كنت طلعنا على سطوحه تجي تتذكرين، ونخليها بالمحجل ويم الشمزيه ونفرش المنامات وننتظرك انت تحكي لنا حكايات. هذه شويه عن ادوات شرب الماء زين. بس الحب لا يابا، ما بس الحب، بالثلاثينات اربعينات طلعت ثلاجه الماي الصغيري يسموها البغادي، ام حنفيتين نفتحها ونخلي الثلج على خشبي ونملي الماي ويم العنب الثلاجي اللي كانت العوائل الراقية عند ماي الثلاجي، والبقات والباشوات عند الثلاجي حنفيات. كسر بجمع المواصلة تحزمون للصيف بحزام سبع. يعني ايش يقول المصلاوي؟ كل اخوي لا شي نام كوي الصيف ضيف. الله يرحمه المصطفى الصابونجي جاب اول معمل ثلج بالموصل، فقاموا اهل الموصل بالصيف يسجلون اشتراكات، يسجلون اشتراكات ربع قالب نص قالب، ويجي ابو السياره يقف بغاس العوجي ويجي على كل بيت يزيد ربع قالب نص قالب، هاي وعيناله وتذكروها كلكم. بس امانه الله الثلج كان عبالك حليب، يعني عالي الكثافه، يعني ما بوري ما بوري. وقوف، اكو مصطلح دائما يقول بوري وانضغب بوري، منين جت كلمه بوري؟ البوري كلمه عراقيه، منين جتنا؟ جتنا من الاهواز جنوب العراق، من اولاد عمنا الهنوك يسمون القصب بوري. فلذلك نسمع انه هاي الباريات الحصان جت، يعني القصب المجوفه. بعدين بالحصان صار انشرق انه انضرب بوري، يعني اخذ غدرا. وكذلك قالب الثلج اللي يجي فارغ ما ابيض يقول هذا بوري. انا ارجع للموضوع المهم، كانت المحيلين قبل ايام الحنيه وايام الخير كل بيت عنده ربع قالب ثلج، اذا ابو البيت ما موجود طالعين جيرانهم ياخذون ربع القالب يلفونه بقوني ويخلونه اماني، ومن يجي يقولوا يابا جابوا الثلج وهي الحصه مالتكم. بل بالمحيليل وبالعوجات لا زالت لحد من يطلع ابو البيت هو على جيرانه يقول له حجي هذا مفتاح البيت عندك امانه، اخاف يجي ابو الكهرباء ابو الماء يجي احد، انت افتح الباب وفوت قدامهم. وكانت العوجات نظيفه مرتبه، كل ام بيت تشطفه للعوجي والشمنتو والظل اللي يصير بينه وريحه كلش طيبه.
بس امانه الله كانت النسوان بالموصل يخافون ابو الجزا. ابو الجزا منه مراقب البلديه، كان يجي من يشع الماي طالع قال له ليش الماي باغى فيتهرمون. يعني كان قانون قانون، والنظافي بس يعجبك تفتر بالعوجات. زين اصلا هسه العوجات مالنا ما مثل قبل. ليش الدنيا تغيرت لو احنا تغيرنا؟ كبر حمودي صاب الابتدائية وامتحن ونجح وعطل. زين بالعطلة ما يصب يروح، فأهل الموصل كان عندهم اختيارات عديدة. أولاد الموظفين يبعثوهم على الملة، يعني هاي الأغلبية على الملة، وعندي حلقة حلوة عن الملة بصف يعني الدورات الدينية. الأولاد المدلعين ابن موظفة وين موظف ايش يعمل الأب؟ يودينه على صديقه صاحب صنعة، يعني تنكتي صفاه خياط، يقول الله يخليك امسك هذا ابني احجوه يمك ولا انطينه اسبوعية من عندي بس علمه صنعة. يقول له تدلل. فنشتغل بالصيف عند قرايبنا عند اصدقاء ابهاتنا على البخشيش، نتعلم صنعة ويمسكونا حتى لا نطلع الظهر من البيوت. او واحد يتخاف على حمودي تقول له ابوي واعي الملة بس انا فتح لك بسطة، فيطلع بالصيف نظام البسطات. قال بغداد يسموها تشمبر. شوف باب كل حوش واحد كان جاب كرتون وعلينه يبيع عليك نساتل او يلبس مثل البسطة متنقلة هكذا، يبيع اسمه نساتل او شرابت طيب الشروب. هذا النداء ابد ما انسانه، كنا صغار ننتظر صديقنا يجي بالصيني ايش يصيح شرابت طيب الشروب او علوشة او قرقري قرقري، قل بي عمك واشتري. عفوا هذا تاريخنا يعني. وبسطات. واذا كلش كلش ايش يعمل ابونه تلك سبب الفقير يوعى القب، يعني يوعى القب. هاي كلمة آرامية، كلمة آرامية، وليس أحد قال كان بالإنجليزية، لا القب هو سوق الخضار. كلمة آرامية إن شاء الله داود الشلبي الدكتور داود الشلبي نقول القب كان موجود يم جسر العتيق، سوق الجملة مال الشمزي ومال البطيخ، وأحسن بطيخ بطيخ القوش، وأحسن شربات شربات تلسقف ومال العمادية، فينباع بالكوم يعني قوترة. فنجيب الشمزي او الدبشي او الرقي، هي نفس الشيء. الرقي نسبة لمدينة الرقة رقي، والدبشي البدو يسمونه دبشي، والشمزي اهل الموصل. وايد احكي لكم اياه لان صديقي قال لي الوات عيده كلمة شمزي منين جتنا؟ احد الاخوان جاء من سوريا من الرقة جايب رقية، فقعد صديقه بالبيت كسرها بيغة وعكس، قال له ايش نهاية؟ قال له دي شمزي. قال له ايش نهاية؟ قال له دي شمزي. وقال له اشتمر هذا كلا طلع بغى. قال له والله سكتوا شمزي ومشيت شمزي. واشهر شمزي بالموصل العكس الكبير مال السلاميه مال المشروع المرحوم سالم نامق الله يرحمه. فيجيبون بسطات وبالمحل يصيح قوترا قوترا خير، والله الموصل كله خير. شمزيه قد يمكن الدرهم يماسه ب 6000 و 7000، والبطيخ هكذا الكبير مال القوش ونجيبه وناكله. المهم هذه الشغلات قلت لكم بسطات، يشتغلون صناع يدخلون عد الملة أو يروحون على الشط العصر. وهاي على الشط هم أحكي لكم لين بس المحيليل اللي قريبة على الشط كانت تنزل، لأن يخوفون يقولون إذا تروحون على الشط يطلع عليكم فريش الأقرع. ومنو فريش الأقرع؟ بعد شوية أحكي لكم.
ولا يواصب واصب خلوه علي تعق بيبون بالسلي سوالفنا جاء الصيف خلي دوره بالصندلية الصندلية ما جدتي الصيدلي صندلي لو صيدل يعني أهم شيء بالسوداب مرارة متنام معك التعتيد بالبين ينسأل وقت مين طفي الكهرب وإذا ما عندك اشتراك نهاري وتجاري واشتراك ليلي تبتلي المهم هذه الصندلية هاي نموذج صغير للصندلية مال جداتنا سموها صندلينا وصنعت من خشب الصندل استخدام ما بس ننام بينه لما يجون البنات بنات عمنا وبنات اخواننا يلعبون البنات بالصيف من ضمن اللعبايات ما لمشني مختبوي من الاختباء فتشاهد تختبي مرارة اللخ بالسغداب ندور عليهم وإذا ما يلعبون مختبوي إيش يلعبون يلعبون ملعون فشتش خرزي وش حد ياخذ ولدي واحد منهم يتكلم عن الأب واكلكم والأم تقلنا الأم واحميكم وإذا ما كوش يلعبون يا حمصة يا زبيبة اش تاكلين تشريبة اش تشربين ما يا الله أو يلعبون طم خريزة طم البنات ألعاب مالتهم بالصيف كلها جميلة وبريئة الأولاد ضغب العوجات يعني العصيات هم يلعبون يلعبون تشلو مولو تشل وزنة مزيغة تبيل يعني دعابل تبيل يلعبون صور وبالصيف يطلع مدير الطيارات الورق ونبعث له رسائل أو البزيغية حكينا لكم عليها أحيانا أكو لعبات يشترك بيها أولاد المحلي وبنات المحلي تعرف أنت بنت جيراننا أختي مثل ما هي أختي أخته تربينا هكذا بالعوجات وأهلنا غبونا قلنا لكم عن المحبة ونكران الذات فكان الولد المدلل يلعب مع البنات أشو صيح له غار منه ليه ما يلعبون البنات المدلعين أشو قل له حوا وشق ودفو كل البنات بصفو حوا وشق ودفو كل البنات بصفو فما يقوس عصبي والبنات يهجمون علينا ونقاتل بس النية كانت صافية وبيضاء مثل الحليب بالصيف ألعاب للأولاد وألعاب للبنات المغرب بنطلع نفش يعني منامات بسطوح توشع بسطوحات كل أولاد وبنات والكل بسولف ما حد يضحك على بجيرانه نظرة ما حلوة لأن الجار أهل والأهل أخوي الصيف بالموصل يجمعها بالموصل يجمعها البنك استراحة من المولدة ووطني موكو سألنا انك قاعد برارة من بيت جدي بس زين بيت جدي قبل ما كان عندهم كهرب ايش كانوا يعملون انا موسى الشطار كلكم مرتبين وحلوين كان عندهم البدائل هذه مهفة انا اسميها واحد امبير وهذه مهفة نص امبير مع الاولاد فكان يقع جدي الله يرحمه حماتكم يوني ويهف ويم الشيخ بعيني مال الموصل وراح المقام كان يسمعوني مال المقام وراحت فيظلون يفون 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 الى ان تجي من نومي وينامون نومة الظهر شيء مقدس عند اهل الموصل فلذلك اهل المهن كانوا ينامون بالدكان
سمعنا صايع يقعدون بباب الدكان، هو ينام جوا يلاقي له زاويه يتمدد. اذا ما كان اكو كهرباء يهفوا له مهفات موجوده، او مثل الحليقين يعملون مثل مروحه من كرتون يسحبها الصانع بحبل وينامون. نومه الرعره ما تحلى بالمواصل عندنا اذا ما بعد ما يتغدى وياكل الشمزي ويلبس الدشداشه ماله. هسه انا لابس دشداشه الطاقه، حكيت لكم عليه، هذه الطاقة السورية واشتهروا بها على الموصل. ليش الهواء، احنا نقول الهواء يلعب بها. فتشعنا بالرارة من إمام الحجة والحجي الكل تسكت وهدوء. لأن ورا نوم الظهر هش يصير من نقعد العصر؟ العصونية، شاي العصر، فتشع الجبن بأنواعه والزيتون والنعناع وخبز الحار وتحديدا خبز البيت. لأن خبز البيت ليش يحبون على الموصل؟ لما يعجنونه محني وحنية يعني بشعلان قلب ترشعه بركي. فيقعدون العصر الكل، شاي العصر وجبن العصر والعصونية وياكلوا شمزي وبطيخ. المهم استفاد اهل الموسم من الصيف. ليش؟ انه بالصيف الجو حار فيصير البناء كثير بالموصل. ومن هنا نعود ايش نقول؟ نقول انه الصيف ابو الفقير يعني يشتغل ايضا الاعمال تكثر. الموصل بطبيعتها مدينه تجاريه، وهي تعرفوها كلكم. ولذلك تشوف بالصيف يشتغل السوق عندنا قوي. ليش؟ نهيئ للموني، وهي حلقه الموني حكيت لكم عليها. انه اهل الموصل يقومون يستغلون فصل الصيف والنهار الطويل يهيئون للموني، فتشع البيت حركه دائمه والموني حركه. يعني حلقه قدمت لكم اياها، بس احكي لكم اليوم عن شيء اسمه التجفيف. يعني اشنو؟ الباذنجان والباميه قبل يقطعوها ويعملوها كليد ويعلقوها بالسطح، يضربها الهواء تبس حتى يخلوها للشتاء ياكلوها. وكذلك عصر الطماطه، الطماطه كلش رخيصه بالموصل، الصندوق كله ما يوصل دينار، صندوق طماطه 20 كيلو قبل. فيشعنا شعب البيت خواتنا وجدتنا تقصقص الطماطه ويخلون عليها ملح شويه تذبل ويعصروها يعني يصفوها ويخلوها بصويني وتشع سطوح الموصل كله كنعملت طماطه. اذا الموني يهيئوها للموصل بالصيف. يعني الصيف حركة والحركة بركة. يعني حتى العصر من تطلع البنت فوق وتفرش المنامات هذا حركة. ولذلك زانا مثل ايش يقول؟ يقول اوف على ليلي من ليالي بنت عمي تفريشة حار والشغبي تغني. هي الشغبي ما تغني، معناتها فارغة والهواء يلعب بيها فيطلع صفير. وفراشه حار يعني ما كفى غشته من وقت. الله يعمر بيوتكم ويحفظ اولادكم ويرزقكم رزق الحلال. وان شاء الله هالصيف صيف حلو وبيغب، ان شاء الله الكهرباء ما تنطفي ولا نحتاج من هذا اللي يسمونه للموصل هوا ييشن. الله هنيئا اناكم الله. الوداده والله احنا بمنطقتنا، انا ليش جيتوا عندكم؟ ايه يوميا قطع الكهرباء عندنا. جيتوا هذا عشان ماي بيغد، وعلى الماي البيغد بس هوا. ليش ما عندكم ماي وهوا؟ لا ماكو لا ماي بيغد لا ما عندك. لك يوميا قطع الكهرباء. دادا نحن من قطع كهرباء، بس انت عامل مثلي وما يهمني، ان شاء الله يوميا 20 مره ينقطع الكهرباء، تالي يعني. ايش عمل الدادا؟ دادا انت يمكن تعلمتهم على الكونديشن وعلى البانكا وعلى الاركونديشن وعلى المبرده. شنو؟ هذا الهواء ماله طبيعي وبيغت. تصور لا يشتغل على الكهرب ولا يشتغل على البطارية، مرات يشتغل على الماء وسعره رخيص ومناسب وموجود. أبو وحيد هذا الهواء يشين أخشى ما عايفو تبعرفتي سيم اير كونديشن كونفاير اير كولر، بس هذا ما الهواء يشين أخشى ما عايفو تبعرفتي. أخوي نحن شوي يمكن كنا بطغنا، واحد جايب له كونديشن الاخ بانكا الاخ ما كله على هويشن كنا صار شلون؟ هسه ينطفي الكهرب مرتين ثلاثة باليوم، هم ما يخالف، بس هذا ضد الكهرباء وضد البطارية. على الماي أو مرات بلا ماي. أبو وحيد
اخاف هاي هم وحده من تختاتك تشرق الدوسه معاي. والله مثل ما عاد اقول لك، وميزاته انه يتنقل يعني، ممكن تاخذه معك للمحل، ممكن تخليه بالسياره، طفل ممكن طفل يستعمله، شايب، عجوز، اي شخص تكرم. وعندك منه هذا؟ طبعا عندي منه، اتصور حتى سعره رخيص، يعني يطلع 25 50 25 الف 30 الف ببلاش. هسه اجيبه يا اخوي. يعني شوف عيني؟ شوف عيني ومع التجربه وتاخذهم على حسابي. عزيز علي انت معود. لا لا ما يصير، انت متكلف. والله حتى كنت ايش اعطيك، بس هذا افضل من كنديشن. قلت لك لا بطاري ولا شيء، اجيب لك واحد تصدق؟ يلا جيب. هسه لحظه واحده. ودمون علينا بلكي يحسب لي هو ب 15. يا اخوي ابو وحيد. غمض عينك عيني. هويشن. الله، والله هذا الهويشن على الراس. ما تمام؟ جهاز محترم. دفتح عينك. ولا شنو هذا؟ هويشن. ولا المروحة هذه. شو عايزني خليني احكي على الكهرب ويومية قطعات الكهرب، وانا عبدي قصوها، بس الله اكيد اقولها، تعرف؟ مواقع قطع الكهرب قام ابو وحيد لعبني وطعاني الهويشن. أنا قاعد قلت الخطان يسموها، تعمدت أصور أطلع صورة البانكة هذه، هاي البانكة عمرها 40 45 سنة. المراوح من دخلت البانكات، من دخلت العراق وجبت الموصل، يعني من دخلت أشهر شيء اشتهر عندنا الإنجليزية والهندية. شوفتوكم الهندية هاي السوداء، وهي أيضا أصور الإنجليزية. فكان المراوح يعتبر علامة من علامات الثراء، لأن طلعنا إحنا من المهفي الهويشن الى الكهرباء. بعدين دخلت المبردات ودخلنا في عالم المي. طبعا المبردات ما دخلت الا بعد ما دخلت الاساله، يعني بالاربعينات يقال، من 45 43 دخلت الاساله، يعني الحنفيات التاسيس. كانت العالم كله تعتمد على المي من السقه. السقه يجيب يزت بالمزملي، والمزملي بالحب، وهي حكيناها عندنا الحقيقه حلقه اليوم. لو تلاحظون أعزائي المشاهدين، هي إحنا نجمع كل الحلقات بأنها نثبت لكم أنه هي ترابط غريب وجميل. واحد منكم يسألني يقول أنت تحكي على الصيف في الموصل، هذول أهل البيت اللي ينامون بالدكازين أشهر يتغدون. أخواني أمانة، يعني سألت أكثر من شايب من عديته الحلقة، قالوا لي الآتي. قالوا لي أنه الوجبة الرئيسية بالبيت كان يعملوها العصر. إن أبو البيت يتغدى غدا خفيف، يعني يطلع الصبح ياخذ له قوصة خبز مال البيت، يخليها بالزبون مال، وينزل ياكل له قلية بالسوق أو باتشا. والضغيات ما نتغدى، ناكل أكل قديم يعني اللي موجود بالقفص أو بالسلي، فيبعثونه بالسفر طاس. سفر طاس إيش معناها؟ كلمتين هي عربية، سفر وطاس، يعني طاس للسفر. طبعا اكو عينتين واكو ثلاث عيون واربع عيون، كل ما زادت العيون معناته انه عنده خلف وصناعه كثير. والفقير اللي ما عنده احد يمشي بالسطلي، يبعثوا له مثل باميه، بقايا مال باميه مال طاوه، شوف اي شيء. بس من يرجع ابونا من الشغل وشيل المسواق مالته من البيت، عتهيئ من العصر الغدويه الدسمه، يصير الغداء مالنا العصر، فلذلك يصير اللمية العصر. بعد الغدوية كان قبل ماكو تلفزيونات، ما كان اكو راديوات. ويسب كان يتجه ابو البيت، يطلعون على الشيخانات، فشوف كل محلي بيها شيخانات وبيها مقاهي، يعني مقهى السويدي بالمكاوي، الشيخانات بالدكة، الباب البيض، الباب الجديد. وتصير صلاة العشي، بعد صلاة العشي الناس ترجع لبيوتها. بس هاي الفترات العالم ما تطلع. نعم تطلع، كانوا يطلعون السياغات، كانوا يسب يروحون يعني على القرايب، او ينزلون على حفت الشط، يم يحيى ابو القاسم، يم عين كبغيت، تعرفون هاي المناطق.
ننزل هنو كم نتعلم سبح هم نسمع هم أمهاتنا وخواتنا قاعدين على حفة الشط يشتمون على الهواء الطيب والرياح الطيبة. كما أخبرتوكم قبل كوي أول كورنيش بالإسلام هو بالمواصلة زين يعني ماكو متنفس غيره لا أكو متنفس العوائل الراقية والله مو بشرط الراقية كل عوائل الموصل بالصيف المدللي والخاتون واللي حبه زوجها تقوم تتدلل وتحصل الفرمان الموافقة منه حتى واسه بتروع على حمام علي وحكيت لكم على حمام علي وكنا غنينا صح القطار صح القطار كومي زلي كنا وصلنا حمام علي وتروع على محل على حمام علي وتاخذ له بيبات ومن ترجع لازم تجيب لنا هديه يقول لك يروح على حمام علي من يرجع لازم يجيب معانه قيغاي فحمام علي ما احكي بيها لان حلقه كامله قدمتو لكم على حمام علي روحون على حمام علي ويرجعون وبهاي الفتره كان حظه الموني يعني شيء متداخل مع شيء الموني سفرات حمام علي والطلعات والسياره كلها موجوده الصيف الصيف بالموصل مهرجان رائع مهرجان جميل رغم قلت لكم قساوة الجو لأن الكل تشتغل مثل خلية النحل فاصل وواصل بلا شخام بالله الشبزي البيردي طيبي والبطيخ وطلوق الحلقكم سبحان الله الشمزي كله ماي فلذلك العمال بالصيف يأكلون شمزي وخبز يعني تطيم سوائل ومنوع الشط ناخذ معانا الشمزي بس الشمزي احنا على مود التصوير طلعناه نواكف فيحكي كوني عدل احنا نجيب الشمزي نكسرها بالسكينه وناكلها يسموها شيفه وحسحس من الصهلال ناكلها ونقردش بيها وبعد ما يظل قشر يقوم نضاغه بينه وياما رجال عم يمشي بالعوجه يجي لك قشر بعينه وتصير مشاكل او يزحلق بينه انسان هو وقشر البطيخ الشمزي والبطيخ هذا يعني الشمزي يسمونه الموصل صابون المعدي هاي حقيقه شلون العتاب صابون القلب الشمزي والبطيخ لا تخلو مائده بالموصل منه واطيب بطيخ البطيخ مال القوش اتصور يعني هذا كلش طيب اتذكره والشمزي مال السلاميه المهم احيانا الماي الشد بطيخه تخليها مكان على مود تصفر اكثر يجي ابن المدلوع ايش يعمل؟ كل لعب طبي بغى ومستعجل قص البطيخه وعلى السريع واكلته وشعر امه وش تقول له؟ زق نبوتي ان شاء الله وقوف ايش معنى زق نبوت؟ طبعا حشى مقامكم زق نبوت كما اورد الدكتور داوود الشلبي في كتابه عن معجم الاسماء والكلمات الاعجميه زق نبوت هو نبات ينمو في المنطقة الشمالية تأكله الحيوانات فتصاب بالهزال والإسهال إلى أن تموت يعني نبات أصفر اللون موجود بالشمال من يأكله الحيوانات يموتون فتقول له زق نبوت يعني إن شاء الله تطلع من خشمه بالمناسبة يا خطية تدعي بس ما من قلبه يعني يشعر قلبه يعني شمزيك خليته للحجي دادة والحجي إذا يرجع من الدكان وماكو شمزي والله يقلب البيت على راسه. أو كان حضرت الشمزي والبطيخ ومرتب ويجي ركض ابنه ويطخ الماعون ويقلب من فوق الحب، أجي تقول له والسانجي ضربتك وقوف إيش معنى سانجي؟ سانجي كلمة آرامية أوردها دكتور حازم البكري في معجمه. سانجي أيضا مرض يصيب الحيوانات ذات الحوافر
فتصاب بالهزال ولا تأكل إلى أن يعني تنشل وتقعد على الأرض إلى أن تموت. فكلمات صنجي وزقنبوت ومتوبع وخنزق هاي ما نسمع إلا بالصيف، لأن بالصيف أولادنا مشعلين يركضون من مكان لمكان. يعني إذا ماكو شمزي تقف الدنيا لا أكدون درما. طبعا أنا ما أطلع، أنا صار لي أسبوع إذا عد الحلقة أريد أطلع معنى دوندرما ما موجود، ماكو. الدوندرما يسموها بسوريا بوضة بوزة، بالخارج آيس كريم، ومو طحنة ما يبغى نسميه. المهم الدوندرما أنا أو على عربانة وبيها مثل التنكاية مدوغة ومحاطة بالثلج وفرة، ودوندرما يا ولد وماكينة يعطينا هكذا كرات، وبعدين جبت لي الطابوق القالب الشوكولاتة بالفلافل ومشيت الدوندرما، كانت بدائية. بعدين صار عندنا كريمة ستيك وجمالة ستيك، بعدين شارع فاروق كان بيتنا، ذكر الله يذكره خير عمو حازم والدوندرما، كان عنده دوندرما يضربها هكذا خشبة كبيرة بب بب، يقول هاي الثعلبية على مد تفترت رباعين رباعين كلهم. كنا نروح نشوف أمة الثقلين بالحديقة السادي ناكل دوندرما مويعين. قوي لي على ذيك الايام يا جماعه بالله، هذيك الايام كلش حلوه. يعني ما ذيك الدوندرما البدائيه، طب الله طيب نايم العوجي والايطالي. يعني هسه مو قنوات 500 قناه، بس صدقوني احلى من التلفزيون وقناه الوحده والبرنامج الواحد ما اكون، لان شتتنا دخنا تاعت اختياراتنا كثرت. المهم الدوندرما تطورت وكناها، وبعدين طلع موديل الجامد، بيوت معينه قلت لكم الاولاد يبيعون الوان وطيبات، تشوف لفتنا بالعوجات وبدنا نمصمص بيها الجامد. وبعدين جت المستورده والمكاين الجديده، الحضاره دخلت وغيرتنا. انا هسه عاد احكي ويم الحجيه، يا جماعه كوي الحجيه بالبيت بركه، الكبيرة بالبيت بركي والكبير بالبيت بركي. ومثل ما يقولون أهل بغداد، والله ما يحلى الصيف بلا رقي. أهل الموصل منذ القدم منذ القدم من قبل كانوا ينزلون على حافة المي يسبحون، وبالذات المحيرين اللي تقع ويصب على حافة الشط مثل الاقلاعات والدجه ومعيسة ددا وباش طابية. فكنا كلتنا ننزل جوقات جوقات من باب شط المكاوي، من باب الشط ويصب ننزل ننزل على الشط نسبح، وكانت امهاتنا تاخذنا ويقعدون على حفت الماي، هم ياكلون ويسولفون واحنا نسبح. هذا قبل، ولذلك كنا نسمع دائما انه فلان غرق وفلان راح اخذوا الماي، كانت امهاتنا تخوفنا وتقول لنا لا تنزلون على الماي كويا كلكم فريش نقرع، ولا تنزلون على الماي بالليل لان الماي يصيح بالليل جوعان جوعان. اساطير وروايات شعبيه دخلوها بدمنا الغرض التخويف من الماي، بس رغم ذلك رغم ذلك تعلمنا نسبح بالشط وصرنا سباحين مرره، وتميزت المحلات المحيرين اللي قريب على الشط من اولاده يسبحون وابطال. المهم بالرواية الشعبية ما نشقون اللي يقولون الصيف من يروح نودعه بيش نكسر شغبي وغانو. طبعا بمحلتنا بعبد خوب ما أذكر ولا أوعى أحد كسر شغبي، بس سادته بغير محيلين كانوا يكسرون شغبي وغانو. يكسرون ليه؟ ايش يكسرون الشغبي؟ انه دليل انه انتهت معاناتهم مع مي البيغد، ودي ينزلون من الاسطوح على الغرف وجاء الشتي. الصيف ما تكفينه حلقة كاملة، بس نحاول من دي نحكي على رمضان بالصيف راح نحكي لكم ايش كانوا يعملون الصيام الصائمين بالصيف على حافة الماي. كلنا نحب الصيف رغم حرارة جو وكهرباء ماكو ومنطق النام، بس الصيف يربطنا بعلاقة حب معامن مع دجلة. يا دجلة الخير يا أمها البشر، حييت الصفحة رمضان ألوذ به لولا الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير
يا نبعا أبارقه على الكراهة بين الحين والحين إني ولدت عيون الماء فاطمة نبعا فنبعا كما كانت في دروب. يا دجلة الخير قد هانت مضامحك حتى لا أدنى طماح غير مضمون أتضمنين مقيلا لي كواسية بين الحشائش أو بين الرياح خلوا من الهم إلا هم خاطفة بين الجوانح أعنيها وتحنيني تهزني فأجاريها فتسبحني كالريح تأجل في دمع الطواحي. وأنت لا خارجا تدور في أحده ليل المسائل أطراف الأكاليم وجدت ذاك شراح الرأس لو كمني يحاك منه هداة البال يطويني. يا دجة الخير خلي الموج متفقا ضيفا يمر وان بعض الاحايين يحمليه بحيث الثلج يامرني جمع الكرانين او عثر التشاريع. يا دجة الخير يا من ظل طائفها يهز الدول بعد الحين والحين لو تعلمين باطيافي ووحشتها وجدت مني لو ان النوم يجفوني اجس يقظان اطرافي احاليها مما تحركت في نومي باسكوني واستريح الى كوب يدمنني اليس ما فيه من ماء بالعشرين والمس الدجل الدفناء تخبرني ان لست في نعمه بالغيب مسكون. أعتقد هذا من تراث الموصل وتراث الشرق أو العراق تقريبا يعني وخاصة الموصل. هذا المرض المثل يضرب في التسويف والمماطلة، يعني رجل إذا يسوف ويماطل في مسألة معينة يقال وما صارت فروت السبع. فالثعلب يفترس الحيوانات يعني ذوات الفرو فيعطيها للسبع حتى يعمل فروة. هذا السبع يماطل يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة فيقول له خما صارت ثروة السبع. هذه من الموروث الموصلي يعني الجميل، يعني مثل جميل يضرب في المماطلة والتسويف الذي لا ينبغي أن يكون وما أكثرها هذا اليوم في مجتمعنا اليوم وغدا وبعد غدا وخاصة في الديون وفي الأموال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، عنده فلوس يشتغل بها وما يطيب يماطل. فهذا يعني مثل يضرب في المماطلة خاص بس قضايا ودية يعني خاصة في القضايا الودية، يعني تكلف شخص معين في أن يبحث لك مسألة أو يسأل على شخص يقول له أش عملت والله بعد يقول له ما صارت فروة السبع. مثل يقال يعني قديم الزمان يقال أن أبو الحصنان جاء على السبع وأبو الحصنان كان يعني جوعان فهذا يعني إيش باع قالوا يا سيد الغابة عمل لك فروة وأنت يعني لازم تلبس فروة وهذا قالوا والله عفية عليك يعني إيه فغدا ثاني يوم قال له والله على الحايك وان شاء دخل قدر مالك وهم جاء اكل وشرب وراح وجاء صار مثل فرد السبع. والله هذا المثل قديم الزمان يعني كان اكو فد سبع في الغابه وكان اكو ابو الحصنان هناك يتردد عليه فرد يوم صادوا السبع لابو الحصنان يعني وشك ان ياكله قال له ما يصير سبعي لازم انت تحتاج الى فروه تحميك في الشتاء هذا البارد وهذه قال والله لعد أصطندر على ما أجيب لي هاي الفروة فراح فصادوا مرتلخ السبع جاء عليه قال له ها أبو الحسن قال له والله نسيت القياس الميزورة ما عندي وكذا ولازم أخذ لك قياس وكذا هذه والله قال له لعد تعال خشوا لي ما عندي عندي غزالة اليوم تعال تغدى هاي وعلى الخمس أيام ست أيام يتغدى وشبع أبو الحصنان وأخي شيء صارت هذا المثل مثل فروة السبع. والله هذا المثل قديم وسمعانه من الرجال الكبار الشيوخ اكبر من العمر يقال ان الثعلب والثعلب معروف عنه ماكر
قالوا اعمل لي فرو فصال. فجاب له كم جلد فتعمل له فروه، اخذ القياس ماله. فمر عليه في اليوم الثاني قال واصار بالفرو مالك؟ قال والله عزفت جلد جلدين تعمل الردان، ردان قصير او مثلا الاكتاف ماله. فكان عندما سمع يجيب له الجلود مال الاغنام ولا الغزال كان بها بعض القطع من اللحم والشحوم. فالثعلب وافراخه كانوا ياكلون. وهكذا راحت مثل، كل ما يجيب له جلد يقول له بعد، كل ما يجيب له جلد يقول له بعد. وراحت مثل فوت السبع، هي الغايه من الثعلب انه معروف انه حيوان ماكر، على مود ياكل كميه اكثر من اللحوم والشحوم اللي موجوده في بقايا الحيوانات اللي يفترسها السبع. والله لا اعرفه انه السبع على اساس يسوي له الحصين يسوي له فروه حتى يخلص من شره. فياخر به حتى لا ياكله، كل ما يقول له يقول له والله بعد ما كملت. فصار هذا مثل يعني ماشي. الله يبارك فيك مرحبا. هذا يعني مقولة عندنا شعبية دائما يردوها الأهال على، هي على أنها مسألة كل ما تطول ونسوف بيها، يعني إذا واحد يريد يوعد شخص فيظل يماطل به المسألة ويظل يودي ويجيب بيها، فيقول له يا أبا أنت صارت مسألتك مثل فورة السبع عندنا. كان دنيا شتاء وفقر، فأبو الحصنان ما يقدر الصيد بالشتاء، بهدله ماكو صيد، فكان يوعد السبع بفروة. هذا السبع يروح يصيد ويجيب له جلود، وابو الحصنان ياكل الجلود، انتهى الشتاء والفروه ما كملت. فصار مثل فروه السبع، هذا تقريبا ما حد يعرف. يعني ما يحصل شيء. ما حد يحصل كل شيء. زين امتى تعرف هذا المثل ايش صار به؟ والله من وعيت على الدنيا هذا المثل اسمع به. اسمعنا اجاباتكم. صارت فروه السبع، ايش لي قصتها؟ السبع هو الاسد. هو الليث، هو الضرغام، هو الغضنفر. هو فراس، هو حمزة، هو قسور، هو أزبر، هو كرار، عدة أسماء للأسد. السبع هو ملك الغابة. في يوم من الأيام جاء الثعلب، وشع الثعلب كان يتغطى بجلد مال خوف، يعني هذا الصوف. قال له ها ايش عاد تعمل؟ تعرفون ابن هوى حيال؟ قال له والله ملك الغابة هذه الفروة مالي عملتوها من جلد الخوف. قال له تك تعمل لي وحدي؟ قال له تيك تعمل لي وعدي؟ قال له بسيطة مولاي، أبسط شيء، بس أنا أريد منك يومية تجيب لي طلي خوف يعني حتى أخيط لك وحدي كبيرة وراهية عليك، لأن أنت جنابك كبير. فالأسد غشيم رغم أنه ملك الغابة، كان يومية يصيد له طلي ويجيبه اللمل للثعلب. الثعلب إيش يعمل؟ يخنقه ويأكله ويزت الفروة الصوف على جهة. الأسد يبعث خبر يكلمها، يقول له بعد عوزني كم طلي. واستمرت الحالة يومية، الأسد أو السبع أو الليث أو الغضنفر، شوف إيش اسمه السبع يودي له طلي، ابن آوى أو الثعلب، شوف فيها بأي شعب، لأن احنا عندنا وجدنا ابن آوى غير شعب يقولوا الذيب، 30 يوم هذا 30 طلي بعث له ياكلهم ويضحك علينا وما يعمل له فروة. فغد يوم النمر قال له يا ملك الغابة هذا الثعلب أو الذيب يكذب عليك، وانت ملك الغابة ما تروح تكبسه تش هذا يعمل الفروة ولا لا؟ قال له أنا ملك الغابة ما في شلون. فراح جاء على الثعلب وشعر صيغ ياكد والفرو كله مسدود وكل شيء ما مشتغل. قال له آه ايش عاد تعمل؟ قال له والله سيدي أنا كملتوها بس يعوزني جلد واحد مال خوف. قال له صار لك 30 يوم عاد تعمل الفروة مالتي، أنا ما أريد لأن قررت أطخمها الفروة مال الثعلب. مسكه وكلوا. فضرب المثل يقول له صارت مثل فروة السبع، يعني ابن آوى الثعلب ضحك على الأسد. الله يضحك عليكم، لأن أنتم ما حد يضحك عليكم، احنا الفتحين بالتيزاب ما باللبن. المهم كل من جاوبني أنا أقول جوابه صحيح، ما لي شغل. حلقتي اليوم انتهت، وحكيت لكم بها عن الصيف أبو الفقير وعن الصيف بالموصل. أقول لكم شيء واحد، ماكو صيف أو ماكو موسم خاص لأبو الفقير. الفقير موجود بالشتاء وبالغبيع وبالخريف، بس احنا نقضي على الفقير ونقضي على الفقر إذا ساعدنا بعضنا وإذا حبينا بعضنا. يعني مثل ما أقول لكم كل حلقة بالمحبة والمحنة ودست الكبير وبالتكافل تمشي أمورنا ونحرسها مدينتنا المحروسة. الله يحرس بيوتكم ويحفظ أولادكم، وإن شاء الله يرزقكم رزق الحلال
وتبقون عز ورفعة راس للمحروسة. كل واحد يقنع وبرسكو ولا حد يدحق أعلى منه، خلي يدحق أنصى منه. بعدين سالفته تصير سالفته ذاك الغجال اللي قال الحسن لو عبالي الحسن مسني وظل متهني. اللي يعرف هذا المثل يراسلني على هذا الإيميل اللي عيطلع على الشاشة. المثل يقول الحسن مسني وبات متهني. لغششكم المسني هي نوع من المستحد اللي يستخدمه الحلاق أيام قبل. خلصتوا ما عندي صدقوني أريد أسبح. اللي عجبته هاي الحلقة يرحم ميتينا، واللي ما عجبته يديرها على غير قناة. أحبكم والله ينطيكم الصحة والعافية، وإذا طاب لكم عاودوا. أنا أبنكم ابن الموصل واثق ممدوح الغضنفري. سلم عليكم.